هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل أشواط هذا المساء، شوط ينتهي وشوط كذلك يبدأ ليحمل تحديات أرضية ميدان المرموم في هذا التواصل الجميل عبر شاشة دبي ريسنج في هذا البث المباشر من هذا الموقع، موقع سباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته الشوط الخامس عشر، وهو الخاص بالجعدان المحليات الأصايل اللي تتواصل في هذا الشوط بشعارات أصحاب سمو الشيوخ ورفقة الأخوة المضمرين. نسير مباشرة مع المراكز الأولى ومع اللي يقود الجعدان ويتقدم للطام. للطام تعود ملكية السمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يقود في التضمير سعيد بن عبيد الحميري، بينما ياتي في المركز الثاني ويتقدم على ثاني المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يضم رسيف بن أحمد بن خريدة يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث ياتي في ثالث المراكز هناك، تقدم على المركز الثالث، وهذا من ياتي في المركز الثالث مولع أو مولع من هجن العاصفة، يضم رغيات الهلالي، وكذلك ديباج على المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة وتضمير غياث الهلالي، بينما المركز الخامس خامس المراكز هذا شاهين، تعود ملكيته لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ويضم حمد بن خميس الغويص السويدي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذا نسناس، وصل نسناس على المركز السادس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، يضم فايز بن حمد بن غافان اليابري يتقدم في عملية التضمير، نقله على المركز السابع في هذه اللحظات، والمركز السابع أيضا من هجن العاصفة يتقدم. شاهين يتقدم من هجن العاصفة في هذه اللحظات على المركز السابع، يضم رغيات الهلالي، بينما المركز الثامن في هذه اللحظات، شوف التقدم من شاهين. شاهين تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، يضم عبد الله بن علي بن بخيت المسافري، والمركز التاسع هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضم سعيد بن سالم الينيبي اسمه مصيحان يتقدم، وفي المركز العاشر يتقدم في هذه اللحظات هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات، ونشوف هناك في هذا المنطلق وفي هذا الشوط الجميل والتحدي الطاقي اللي ياتي في المركز العاشر لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، يضمر الطاقي سالم بن علي بن بخيت المسافري. هذه العشر المراكز الحاضرة في هذا الشوط المنطلق في هذا المساء في سن الإذاع في سن الإبداع هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين، عودة إلى المراكز الأولى وعودة إلى الانطلاق الأول. هناك السيطرة والتنافس باين، باين التنافس ما بين المراكز الأولى، ولا زال اللي في المركز الأول للطام، للطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن عبيد الحميري يقود مساري هذا الشوط، ولكن المنافسة من مولع، مولع من هجن العاصفة ياتي في المركز الثاني، ويضمر غياث الهلالي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز، وياتينا شاهين. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيف بن أحمد بن خريدة يتولى عملية تضمير، بينما المركز الرابع هذا ديباج، ديباج
ديباج في هذه اللحظات، ديباج يتقدم من هجن العاصفة على المركز الرابع، يضمر غياث الهلالي. هذه الأربع المراكز اللي انفردت اللي باعدت عن البقية في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. ناخذ المركز الخامس ونشوف على خامس المراكز، وهذا هو هذا اللي يتقدم نسناس لاسمه الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، يضمر الطبيب الشعبي فايز بن غافان اليابري كذلك يقوده في التضمير في هذا المسار وفي هذا التحدي بالانطلاقات الجميلة والرائعة. المركز السادس وصل في سادس المراكز، وهذا مصيحان لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمره اللي هو سعيد بن سالم الينيبي، وهناك يتواجد كذلك شاهين لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمره حمد بن خميس الغويس، وايضا شاهين من هجن العاصفه بقياده غياث الهلالي يتقدم على المركز الثامن، بينما المركز التاسع يا سلام يا سلام اشوف هناك الاسماء والشعارات في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع، ايضا في هذا التواجد يا سلام. هناك يتقدم في تاسع المراكز اللي هو شاهين لسمو الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، يضمره اللي هو عبد الله بن علي بن بخيت المسافري في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. وعاشر المراكز يتقدم في هذه اللحظات الطاغي تعود ملكية الاسم الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، يضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل وفي هذه الانطلاقات يا سلام. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاق الأول في مسار هذا الشوط وفي رقص هذا الشوط الجميل، يتقدم على المركز الأول وهذا هو مولع مولع ولع أمور التنافس وتحدياته. هذا مولع من هجن العاصفة يتقدم مساري هذا الشوط مع لوحة الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير اللي يتقدم فيه مولع على مقدمة الشوط من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، يتصدر مع هذا الشوط ومع هذا الاندفاع الجميل والشيق. يا سلام يا سلام. المركز الثاني للطام ياتي في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يضمره. والمركز الثالث وصل شاهين تعود ملكيته لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر اللي هو حمد بن خميس الغويص. يا سلام. هذه الثلاثية، هذه الثلاثية في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الأخيرة، وهذا هو مولع، هذا مولع الذي ينطلق بالمركز الأول وبالانطلاق الأول. يا سلام. مولع على رأس حربة هذا الشوط، مولع على المركز الأول من هجن العاصفة، يضمر غياث الهلالي، بينما لطام في المركز الثاني يندفع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يقود في التضمير في هذا المسار، ولكن اللحظات الأخيرة والمئتين متر الأخيرة الذي يوصل فيها مولع إلى خط النهاية بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي على فوز مولع في هذا الشوط. المركز الثاني لطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث اللي وصل فيه شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع لحظات وصول اللي هو الطاغي تعود ملكيته لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، والمركز الخامس من هجن العاصفة اللي هو ديباج. هكذا النتيجة، ولكن عودة إلى التوقيت الزمني مع لعادة هذا الشوط، وهذا هو مولع قطع المسافة في 9 دقائق 29 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا لغياث الهلالي على هذا الفوز، بينما المركز الثاني وصل في لطام في 9 دقائق و29 ثانية و6 أجزاء من الثانية لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري في التضمير، بينما المركز الثالث اللي وصل فيه شاهين، هذا شاهين بنشوف توقيته
الزمني مع إعادة هذا الشوط. شكرا أبو عدنان. 9:35 وجزء واحد من الثانية اللي هو شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن خميس الغويص. تهانينا لجميع الفائزين بالمباراة.